السلام عليكم. اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، الحلقة 48. وفقير واحد ديمونس 11 سبتمبر 2022 إبيزود 48 وفقير 1. قبل ما نبدا في الموضوع ديال هذه الحلقة، غادي نعطي شي معلومات طلبوها لي بزاف ديال الناس على حول الكتاب اللي مهم يعرفوه الناس، اللي مهم فيه بزاف ديال الأسرار ديال العائلة الملكية. هذا الكتاب الاسم ديالو، العنوان ديالو، وهو فاتال كونفيونس. فاتال كونفيونس، رويوم دو ماروك، لا فيريتي سور لا مور دو محمد V. كتبو جيرار فوري. جيرار فوري، FAURE. والطبيب اللي كان عند الملك محمد V هو الوليد ديال هاد جيرار، اسمو الدكتور جون فوري. دابا غنبدا الموضوع ديال الحلقه. هذوك المخابرات ديال الإسرائيليين والمخابرات الأمريكيين ديال السيا، الإسرائيليين ديال الموساد والأمريكيين ديال السيا والفرنسيين ديال لوسديك، كانوا كلهم كيقولوا في التقارير ديالهم بأنه هو المغرب راه اون بلين ديستابيليزاسيون، بأنه المغرب ماشي مستقر، ولا بغا يكون مستقر تيخص جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى وهي إبعاد نهائيا محمد الغزاوي من إدارة الأمن الوطني ومن البوليس السياسي، وتعيين كمدير عام للأمن الوطني واحد ضابط ديال الجيش الملكي اللي عنده علاقة مزيانة مع العائلة الملكية، واللي كتثق فيه العائلة الملكية. ثلاثة ديال الضباط عسكريين كانوا بروبوزين لهاد لو بوست. كان لو كولونيل بولحيمس، وكان لو كولونيل وفخير، وكان المدبوح.
العائلة الملكية كنت تختار، هي اللي غتختار، حرة في الاختيار باش تعزل واحد من الثلاثة. لا رين مير لا العبلة هي اللي كانت كتحكم في السياسة ديال المغرب في الوقت ديال محمد الخامس، هي اللي كانت عندها العصمة. الزوج ديالها محمد الخامس كان غير كينفذ الأوامر ديالها. هي اللي كتعرف هاد الضباط الثلاثة، وهي اللي اختارت من بينهم الضابط اللي غيصلح لإدارة الأمن الوطني، وهي اللي اختارت الكولونيل محمد أوفقير. الكولونيل محمد أوفقير كان في البوست اللي كان عنده اوفيسيال، كان هو ايد دو كون دو سا ماجيستي. هاد لو بوست ديال ايد دو كون لو سليك فرنسي هو اللي حطو فيه، هو اللي حطو فقير ملي رجعت العائلة الملكية من المنفى في نوفمبر 1955، هو اللي دار وفقير في هذاك لو بوست، هو اللي جلسو في السيارة الملكية اللي كان فيها الملك محمد الخامس وولدو الأمير مولاي الحسن. لو كوموندون محمد فقير كان راكب في نفس السيارة في الأمام، كان حدا الشوفور. من هذاك التاريخ وهو في نفس البوست اي دو كون ديال سا ماجيستي. وباش نعرفوا هاد شحال من خطره كنسمعوا اي دو كون اي دو كون دو سا ماجيستي، بنعرفوا هاد اي دو كون اش كيدير، واش مستوى ثقافي تيخصو، واش من خبره خصها تكون عنده. اللي قال جميع اللي يشتغلوا هاد لو بوست ما كانش عندهم ثقافه عاليه. هاد لو بوست ديال ايد دو كون اي واحد يمكن ليه يكون ايد دو كون، لان هو ايد دو كون ديال لو روا ولا ديال لو برنس، وهي ذاك الانسان اللي كيفيقو من النعاس، اللي كيتسخر ليه، اللي كيقضي ليه الغوار ديالو. هو هذا هو هو داك لي دو كون اللي كيكون معاه دائما. ما كتطلبش شي ثقافه او شي خبره والو، مهمه ديال والو، هذه ما هي حتى شي مهمه. هذه والكورونيل أوفقير كان في الحقيقه هو اي دو كون ديال سا ماجيستي، ولكن الوقت ديالو كامل كان تيقضيه مع الأمير مولاي الحسن. كان هو اللي كيخلص ليه الفاكتورات اللي بغا، كان هو اللي كيشري ليه اللي بغا، كان هو اللي كيتصل ليه مع البنات اللي عندهم علاقه مع مع مع, مع البرنس مولاي الحسن، وكان هو
اللي كي هو الرقاص الرسمي ما بين الأمير ولي العهد وما بين الممثلة الفرنسية اللي عندها علاقة مع ولي العهد، ولي سنين وسنين وهي معاه، عمر ما تفرق عليه. الكولونيل محمد أفقير كان عنده لابوي توتال ديال لارين مير للعبدة، وكان عنده لابوي ديال لو برانس هيريتي مولاي حسن. الملك محمد الخامس كان عنده رأي آخر، كان هو بغي يخلي محمد الغزاوي في هذاك البوست اللي كان عينه فيه، وكان عطاه الكلمة ديال الشرف على أنه هو غادي يخليه في هذاك البوست واحد 30 عام أو 20 عام بيد ما دخل الفلوس ديالو اللي كيتسال. انه فاش تعين محمد الغزاوي على رأس إدارة الأمن الوطني 1956، الصنادق ديال الدولة كانوا خاويين، الدولة ما كانت عندها فلوس. المغرب المستقل ما عنده والو اللي كيف ديالو، الله غالب. داكشي الناس من عينو مدير الأمن محمد الغزاوي راه عينو بالأخص على لافورتون ديالو، على رأس مال الكبير اللي عنده، باش يمكن ليه يمول الأمن الوطني بالمليارات. هادشي 56 بالمليارات باش يمكن الإدارة دخل موظفين جداد بالألوفات، باش يمكن ليها تبني كوميساريات، باش يمكن ليها تشري الحوايج التونيل ديال البوليس، الحوايج اللي كيلبسو البوليس، باش يمكن ليها تشري لي بيستولي الفرادة الفرنسيين الماب، أو الفرادة ديال بلجيكا اف ان، ولا الفرادة ديال ستار ديال سبنيول، باش يمكن ليهم يشرو لي منوط. وباش يمكن ليهم يبنوا لي سونتر فين يكونوا البوليس، وباش يمكن ليهم يخلصوا هاد المصاريف الكبيرة اللي كتيرة بزاف، وخاصها هاد المصاريف ديال الدولة هادي، وتيخصهم يخلصوا الموظفين في كل شهر ديال إدارة الأمن. هادشي راه كوما كانش محمد الغزاوي مين اللي غادي يخلصوا هاد؟ ما عندهمش مين يخلصوهم. وهذا الشيء كان عارفه محمد الخامس، وكان عارفينه كاع المسؤولين ديال المغرب، وكان عارفه بالاخص محمد الغزاوي اللي كان داير اداره الامن بحال شي فيرما ديالو، بحال المؤسسه ديال الكيران ديالو، بحال المؤسسه ديال الكاميوات اغري ديالو، بحال الفيرمات ديالو. إدارة الأمن الوطني كانت تابعة الأوامر ديال محمد الغزاوي. منين داروا ليه هذا الانقلاب
حتى لاخر دقيقه وهو 100% غادي يبقى في اداره الامن الوطني. ولكن واحد النهار في شهر 7 1960، هذه المعركه اللي كانت في القصر ما بين البرنس لارين مير للعبلة، وما بين محمد الخامس، وما بين الامير مولاي الحسن، المعركه طالت بزاف. راه بدات من 59 قبل ما يتاسس الحزب الوطني ديال القوات الشعبيه ديال المبركه، اللي تاسس في الشهر ديال سبتمبر 1959، واستمرت هذه المعركه وهذا التيراج وهذه المشاكل. وكان في ما بين في هذه المده هذه ديال اخر 59 والاول ديال 60، كانت العلاقه مقطوعه، كانت العلاقه خايبه بزاف ما بين الملك محمد الخامس وما بين الامير مولاي الحسن. هذه المعركه استمرت لعده شهور، وفي الاخر في واحد الصباح ديال شهر 7 1960 كان جمع الصباح كالعادة محمد الغزاوي لإدارة الأمن الوطني، وشاف الحسين الصغير الكوميسير ديال الساتيان عطى البروغرام اش يدير، ومشى لدارو يتغدى مع الوحده ولا الزوج. ملي كيتغدى كيدير لا فيست في الدار ديالو. جاء امر من عند رئيس الديوان ديال الملك محمد الخامس، قال ليه الملك راه عطاك امر باش ما ترجعش لاداره الامن الوطني، راه عينو مدير اخر بلاصتك، وهو الكورونيل أوفقير. اول حاجه اللي دار محمد الغزاوي ويتصل حينا مع دريس حصار رئيس الديوان ديالو، وقال ليه باش يدير واحد لانوت فيها هو دريس حصار و 15 الموظفين كبار ديال الامن من ست ايام، باش يدير هاد الناس كلهم ديتاشي في 6 ايام، ديتاشي في كوم كادر دو ليتا في لوفيس شريفيان دي فوسفات. من بعد ما بقى في دارو واحد عدة أسابيع، في الأخر غادي يحضر الراس وغادي يمشي لإدارة الفوسفات. ملي مشى لإدارة الفوسفات كان دريس حصار هو المدير ديال الديوان ديال محمد الغزاوي، هادشي لمدة سنين. وهذوك الموظفين ديال البوليس اللي جاو من الساتيان كان على رأسهم المهدي الناموسي، وكلهم عطاهم فيلات فين يسكنوا في الأسبوع الأول ديال التعيين ديالهم، وكلهم عطاوهم دي كويزيني في الفيلا ودي جارديني في الفيلا.
هاد المسائل كان جاري بها العمل في الفصات الأطور ديال الدولة. منين جاء محمد أفقير إدارة الأمن الوطني، في نفس الوقت جاو لي زيكسبير أمريكان ديال الأصلية، جاو الكولونيل مارتان، الكولونيل سكوت، الكولونيل ستيف، هادو هما يتكلفو بالتأسيس ديال الكام أن. وهذيك الإدارة ديال الكاب أن اللي كانت في زنقة مولاي إدريس، في الرباط، هذيك زنقة مولاي إدريس هي اللي كدي طوالة الضريح ديال محمد الخامس، هي الزنقة اللي فيها المقاطعة ديال القيد، ديال القيد ديال الكارتي. هاد العمارة اللي غيكون فيها لو سيج ديال الكاب ان اللي بناها وهو محمد الغزاوي، بناها كان ناوي يرحل ليها البوليس اللي كاينين في الستيام، هما اللي كانوا غادي يكونوا في لاري مولاي إدريس، بنا ليهم هذيك العمارة باش يجمعوهم فيها. منين ما كتبش فيهم هاد الشيء هذا، هذيك العمارة هي اللي ديت الكاب أن، شدوها المسؤولين ديال الوقت. هذيك العمارة شدوها المسؤول ديال الوقت وعطوه الصور ديالها اللي حطوهم في الإدارة باش يعطوهم الصور، تعطوهم الناس المسؤولين على المخابرات الجداد اللي هما لو كاب ان. فهذوك الموظفين اللي كانوا في الستيام هزو منهم ثلاثة هما اللي داو الكاب ان. مشيت انا ومشى احمد ارباب من مدينة القنيطرة، ومشى عبد القادر ساكا تا هو من مدينة القنيطرة، حنا الثلاثة مشينا للكاب ان. منين جمعوا هاد 300 بوليسي اللي داروا في الكاب ان، داروا اليوم دي ستاج دو فورماسيون، هادو ديك ديكسبير ديال لا سي اي، داروا لنا كاملين دي ستاج ديال la spécialisation, des stages de formation et de spécialisation. ومن بعد عينونا لي زيكسبير امريكان، هما اللي عينونا، ولي زيكسبير امريكان هما اللي قرروا، اللي قبطوا القرار المهم ديال لي بريم اللي غادي يعطوا للموظفين ديال الكاب ان، لي بريم دو ريسك اللي كانت مهمة بزاف. لا بريم دو روندمون
les aides exceptionnelles au loyer, المعونة ديال الكرا، ولا والتفراق ديال لي لوجمون دو فونكسيون، لأن هو واحد العدد اللي كان ساكن في لوجمون دو فونكسيون، واحد العدد كتير كانوا كارهين، كان اللي كان كاره في الرباط، كان اللي كان كاره في السلا. هادو اللي كانوا كارين كانت كتعاونهم، كيعاونهم الكبار على الكرا ديالهم، وهادوك لي فواتور اللي كانوا في الستيام، دوك لي فواتور ديال الرفاهية، رجعوا كاملين لبلايصهم، العائلة ديال محمد الغزاوي عدوا ليهم هذيك لي فواتور ديالهم، جاو دي فواتور اخرين الكاب ان، واحد العدد ديال لي بيجو 403، لي بيجو 403 هادو هما لي فواتور باش بدا الكاب ان. من بعد التكوين بدينا كنستنفو في العمل، الديبارتمون دو لا كونتر سيفيلسيون تعلمنا بزاف ديال الحوايج اللي ما كناش عارفينهم، تعلمنا كيفاش نديرو لي بيج، كيفاش نديرو الفخ الناس اللي بغينا، والهدف ديالنا في الديبارتمون ديال لا كونتر سيفيرسيون وهو نسكتو الفهم كلهم ونديرو، نحاولو نديرو الأغلبية الساحقة تكون تعمل معانا، يتعاملو مع الكاب ان كسورس دانفورماسيون، وهادو اللي كانوا كيتعاونوا معانا كانوا كيتخلصوا مزيان بحال الاطور العليا ديال الدوله، فهاديك العامين الأولى ديال الخدمة ديال الكاب ان، درنا بزاف ديال الحوايج مهمين، هادشي كنهضر انا على الديبارتمون دو لا كونتر سيفيرسيون اللي كنت عايش فيه دائما، وأول حاجة اللي درنا في ديبارتمون دو لا كونتر سيفيرسيون وهي مشينا لإدارة الأمن الوطني، المكتب ديال الكولونيل أوفقير، أنا والكولونيل مارتان، مشينا جبنا هادوك هادوك الكارتونات اللي كان فيهم الأوراق ديال محمد الغزاوي، اللي كان فيهم التقارير اللي كانوا كيجوه من عند المسؤولين ديال الترونسبور ديالو، اللي كانوا كيجوه فيه تيجو التقارير ديال المسؤولين على جميع المؤسسات ولي زونتربريز ديال محمد الغزاوي، واللي كانوا كيجو التقارير ديال حد الاستقلال اللي سيني محمد بن بركة، مهدي بن بركة هو اللي كيسند دوك التقارير، مشينا جبناهم من إدارة الأمن الوطني وجبناهم من الكاب أن، ملي جبناهم من لو سياج دو كاب أن
هزناهم لا كونتر سيفاسيون، بدينا كنخدمو فيهم انا و الكولونيل مارتان، مع الصباح تنخدم معاه في هاد الخدمة ديال كنقلبو الكرتونات بوثيقة بوثيقة، هما الألوفات ديال الوثائق بوثيقة بوثيقة بوحدة بوحدة. ودوك الوثائق كاملين كان تيصورهم لكورنيل مارتان وكان تيصيفطهم لسيا، وهكذا طلعت انا على بزاف ديال الاسرار من هذوك الكرتونات. قريت جميع التقارير اللي سيني مهدي بن بركه واللي مصيفطهم لجميع المسؤولين ديال الحزب، عدد كثير ديال التقارير، وقريت جميع التقارير اللي كانوا كيصيفطوهم المسؤولين هاد الشركات ديال محمد الغزاوي. كان عنده الشركات ديال ترونسبور دي فوا دي كار دو فواياجور، كان عنده شركات ديال ترونسبور دي كاميون اغريي دي سومي رومورك، كان عنده شركات ديال الفيرمات، كل فيرما عندها الشركه ديالها. هادشي كاملين عندهم دي التقارير كانوا كيصيفطوها، هو ما عندوش الوقت باش يقراهم، قريناهم انا والكورنيل مارتان. حنا عندنا الوقت ديالنا باش نقراوها، درنا تقريبا عامين باش كملنا هذيك القرايه ديال دوك التقارير اللي في الكرتونات، عامين، ولكن المعدل ديال السوايع فيهم 4 سوايع ديال في الصباح في النهار، تنخدم 4 سوايع مع الكولونيل مارتان، والريس ديال الجورني كنخدم مع مجموعة ديال محمد العشاشي. في هذيك العامين الأولى ديال لا كونترسيفيرسيون درنا طيحنا في الفخ واحد العدد كثير، واحد العدد كثير ديال الزعماء ديال الأحزاب المغربية، ديال بالأخص ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. درنا جميع المسؤولين اللي كانوا على الرأس ديال الطلبة اللي كانوا متبعين الحزب الوطني للقوات الشعبية، وهما لونام يو ان او ام لونام. وطيحنا في الفخ جميع النقابات الكبار ديال المغرب، جميع النقابيين الكبار ديال المغرب، هذيك العامين الاولى ديال الخدمه ديال الكاب ان كانت عندنا في الاخر ديال 62 2000 سورس دانفورماسيون اللي مكوفريه المغرب كامل، فيها في الرباط، في كازا، في مراكش، في بني ملال،
فاس، تطوان، طنجة، قنيطرة، فاس، مكناس، وجدة، هذه المناطق كلها كانوا في هذه السور دانفورماسيون. وفي هذه 2000 سورس فيها 200 ديال ديبارتمون ديال لا كونتر سو ديال لو كونتر سبيوناج. هاد ديبارتمون ديال لو كونتر سبيوناج ما كانش عنده لا كيس نوار باش يخلص لي سورس. كنا كنخلصوا لي سورس ديال ديبارتمون دو لا كو دو دو كونتر سبيوناج، كنخلصوهم بحال لي سورس ديال لا كونتر سوبيرسيون اللي كانت فيها 1800 سورس. ألف وثمانمائة سورس اللي مغطية المغرب كامل، اللي كانوا كلهم كيتخلصوا بحال الأطور ديال الدولة، على فان دو شاك موا كاين الخلاص. ما عمر شي مو ما تعطل لهم الخلاص. وهذا الشيء كان كيتخلص من لا كيس نوار نيميرو دو ديال الكاب ان، اللي كانت القيمة ديالها وهي 2 مليار في العام، 2 مليار في العام. هذه لا كيس اللي كانت عند محمد العشعاشي، لا كيس نيميرو دو، ملي كيتخلصو لي سورس دانفورماسيون. ولا كيس نيميرو ان ديال الكاب ان كانت عند الجنرال أوفقير، مع كان هو دائما دايخ وما عندوش الوقت، كان تيجيرها في بلاصتو لو كوموندون احمد دليمي. احمد دليمي اللي جا الكاب ان في عام 1961، جا هو الكاب ان، داروه في الديبارتمون ادمينستراتيف اي فينونسي، مع كانوا معاه فلوس ديبارتمون بحالو بحالهم، بثلاثة كانوا الشافات، كان معاه عبد الحق العشاشي، وكان معاه رشيد سكيرج. رشيد سكيرج بقى في الكاب ان حتى الاخر ديال ديسمبر 1962. ومنين جا الكاب ان لو كابيتان احمد دليمي في عام 61، جاو معاه جوج ديال لي كابيتان اخرين، واحد فيهم اللي هو بن الهاشمي من الاصل ديالو من مدينة وجدة، هو الاخ الاصغر ديال مصطفى بن الهاشمي الرئيس ديال المولودية الوجدية. والكابيتان الاخر الثالث، هذا الكابيتان بن الهاشمي داروه في الكونتر سبيوناج كوم شيف ادجوان دو ديبارتمون، كان داروه مع لو كوميسير برينسيبال علي بن تاهيله اللي كان هو الشاف ديال الكونتر سبيوناج. والكابيتان الاخر الثالث وهو علال بن الشيخ، الاصل ديالو من تازة، تا هو دايروه في لا كونتر سوبيرسيون، دايروه هو
الادجوان ديال محمد العشعشي، هادشي غير في الوراق، ما هو ما عندوش كفاءة ومتأقلمش معانا بسهولة، صعيب عليه بزاف، جا داكشي صعيب بزاف، بالهاشمي تأقلم دغيا مع الخدمة وبدا خدام مزيان، أما هذاك علا بن الشيخ كان معانا غير خطية، ما كيعرف يدير حتى شي حاجة والو. المغرب في الوقت ديال القرآن ابتداء من عام 60 من شهر 7 1960 بدأت الحالة السياسية كتغير في المغرب، الحزب كانت لا سين بوليتيك اللي كانت قبل 1960 كانت لا سين بوليتيك، فيها لو بارتي دو الاستقلال عنده 80%، وفيها 20% ديال لو بارتي ديال الشورى والاستقلال، النقابات كانت نقابة واحدة ديال اليو ان تي، منين دار القضاء لا سين بوليتيك تغيرت بزاف، انه القضاء فاش دار شي شهورة من بعد لا كرياسيون ديال لو بارتي يو ان اف بي، لو بارتي ديال مهدي بن بركة، لو بارتي ديال مهدي بن بركة تأسست في سبتمبر 1959، والكابان تأسس في جويلي 1960، تأسس باش يحارب، باش يمكن ليه يحارب هذاك لو بارتي، هذاك البارتي من تأسس خلع كاع المؤسسات ديال المغرب، خلعهم كلشي تخلع، المؤسسة الملكية كلها تخلعات، ديكسبير ديال الصينية كلهم خايفين اللي عاود يوقع شي انقلاب في المغرب، وليزيكسبير ديال الموساد نفس الشيء، كانوا خايفين 59 60 كانوا خايفين، وليزيكسبير فرنسي ديال لو سدك حتى هما كانوا خايفين، والعائلة الملكية كانت خايفة على راسها، كل شيء كان عايش على الأعصاب ديالو، من خرج الوجود هذاك الحزب اللي فيه مهدي بن بركة وجميع هذوك المثيرين الكبار اللي كانوا معاه كلهم شخصيات كبار في المغرب، منين جا الكاب ام اللي كان في الوجود لا سين بوليتيك تغيرات بزاف، هذا الحزب رقم واحد في المغرب في عام 60 اللي كان الكابان، ملي تأسس الكابان وهو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، كان عنده تقريبا 70% ديال لا سين بوليتيك، والحزب ديال الاستقلال اللي كان هو المجهد في المغرب
بقت عنده غير 20%. اللي كان عنده من قبل 1960 كانت عنده 80% ديال لا سين بوليتيك، ما بقت عنده غير 20%. والحزب ديال الشورى والاستقلال بقت عنده في عام 60 فاش دار الكاب ان بقت عنده غير 10%. 70% ديال الاتحاد الوطني للقوى الشعبية كانت معمرة للسين بوليتيك. والخدمة اللي درنا في الكاب ان في الديبارتمون دو لا كونتر سيفيرسيون، ديك العمايل الاولى ديال السيرفيس في هذاك الوقت جعل درنا النتيجة اللي كانت عندنا، وهي كانوا عندنا جميع المكاتب ديال الحزب، له الحزب الوطني للقوات الشعبية عنده الكتابة العامة ديال الحزب كاينة في الرباط، عنده في كل بلاد كتابة إقليمية في الدار البيضاء وفي مراكش أكادير في كل بلاد، في كل بلاد جميع البلاد ديال المغرب. وهاد المكاتب كانوا فيهم، كان كل مكتب كيدير اجتماع ديالو وكيدير انتخابات ديالو ديال الحزب، وتتقدموا الأعضاء ديال الحزب باش يصوتوا عليهم الأعضاء ديال الحزب باش يكونوا في هذاك المكتب ديال الحزب، هذا المكاتب الإقليمية. النتيجة اللي كانت عندنا ديك الوقت كبقى، وهي كان عندنا في كل مكتب 70% ديال الأعضاء كوم سورس دانفورماسيون. يعني إلا كانت في المكتب 10 ديال الأشخاص، راه 7 منهم كيتعاونوا مع الكبقى. هادشي يعني كنت انا ملي كنت في هادشي في 2001 2002 2003 في التصريحات ديالي الاولين اللي قلت، كنت دائما تنقول بان هو 70% ديال المسؤولين داخل المكاتب ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه كلهم كانوا كيتعاونوا مع الكاب ان. ولكن الناس اللي عندهم نية ماشي حسنة، يعني قالوا على أنه هو، أنا قلت صرحت بأنه هو، تنقول 70% من لي سامباتيزون ديال الحزب، ديال لي سامباتيزون ديال الحزب كيتعاونوا مع البوليس، مع البوليس السياسي، مع لوكاب ان. وهذا غلط كبير. انا دائما تنقول 70% ديال الاعضاء ديال المكتب ديال المكاتب ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه. اما لي سامباتيزون راه كانوا لي سامباتيزون ديك الساعه ديال حزب الاتحاد الوطني، راه كانوا كيتقدروا على الاقل مليون ديال الاشخاص اللي كان ديك الوقت. انا دائما تنقول
الأعداء ديال المكاتب اللي كانوا تصوتوا عليهم المكاتب، هادوك هما اللي 70% فيهم كيتعاونوا مع الكفاءة. كل مكتب تيكون عنده الرئيس ديالو مهم تيصوتوا عليه، وتيكون عنده النائب ديالو، وتيكون عنده الكاتب العام ديالو، وتيكون عنده الكاتب العام المساعد ديالو، وتيكون عنده التريزوري جينيرال ديالو، وتيكون عنده التريزوري ادجوان، وتيكون عنده انارشيفيست. وعاد الاعضاء الاخرين ديال الحزب اذا سيسور، وهاد المسؤولين هادو هما المسؤولين ديال المكتب. هادو 70% فيهم كانوا كيتعاونوا مع الكفاءة. في الاول مكتب الصراحة ديالي كل شيء تستغرب، على قبل ما فهموهمش اش تنقول، فهموا الكلام غلط. تما بقيت من بعد الصراحة كل اللي تنقول كنصلح شوية كنصلح شوية وكنصلح شوية، وهاد الاخر في من 2000 من 2021 العام اللي فات، وهاد العام 2022 بديت نكتب في فيسبوك وبديت نكتب في يوتيوب. هنا جاتني الوجبة باش نفسر من جديد هذاك المشكل، لأن هو باش ما يبقى حتى واحد يظن بان هو داك. راني قلت 70% ديال لي سامباتيزون، لا هذا غلط. عمرني هضرت انا على لي سامباتيزون، لي سامباتيزون ديال الحزب راه كانوا كيتقدروا في عام 60 على الاقل مليون ديال الشخص، مليون ديال الاشخاص. هادو هما لي سامباتيزون اللي كانوا ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وفي هاد في هاد في هاد الوقت في هاد العامين الأولى ديال الكاب أن، فيها فاش درنا دوك الديور اللي كانوا لي زابارتمون لي بور لي بيج، لي زابارتمون بيج دو كاب ان، لي زابارتمون و افي تي بيجي بزاف ديال الناس ديال زعماء ديال الحزب، زعماء ديال الاتحاد الوطني للقوة الشعبية، والزعماء ديال اليو ام تي، والزعماء ديال الحزب ديال الطلبه ديال اليونام يو ان او ام اللي متبعين الحزب الوطني للقوات الشعبيه. هاد لي زابارتمون ديال الكاب ان كانوا موجودين في الرباط، في الرباط كانوا فيه 8 ديال لي زابارتمون، كانوا كلهم موجودين. تقريبا 4 ولا 5 منهم كانوا في السيستور اللي فيه لوطيل باليما، الزناق اللي موراه من اللور ومن القدام واغوش يدوات، هادوك هما الزناق اللي كانوا فيهم هاد لي زابارتمون. وهادوك في هادوك العمارات اللي ديال اللي كانوا لا جيستيون ديال دوك العمارات كانوا عند لا سوسيتي ايموبيليير باليما. هذوك العمارات اللي فيهم
السكواني ديال الوظيفه ديال الكاب ان بحال لا رو دو برانس مولاي عبد الله، العماره اللي كنت ساكن فيها انا ونفس العماره انا كنت ساكن في الكاتريام، وفي نفس الطبقه كان ساكن معايا محمد حليم اللي كان ديك الساعه سيليباتير، وفي الطبقه الثانيه كان فيها ميلو التونزي، ميلو التونزي اللي تعرف من بعد بالكنيه ديال شتوكي، الكنيه ديال شتوكي في لافير بن بركه في 65، وحالي محمد تا هو كان شارك مع تونزي ميلو في لافير بن بركه، هما اللي كانوا من في المجموعات ديال بويا بشير اوبيراسيون بويا بشير اللي هي في الحقيقه اوبيراسيون بن بركه. ها لي زابارتمون ديال لي بيز فيهم جميع الالات ديال التصوير اللي دخل اليوم تما كيتصور كيتفيلما، كاين الالات ديال التصوير كاينه في بيت النعاس كاينه في الصالون كاينه في الحمام كاينه في الفيسي كاينه في الكويزين، فين ما مشى كيتصور وكيتفيلما. وهاد لي زابارتمون ما كانوش غير في الرباط، كانوا في كازا، كانوا في المنطقة ديال في النواحي ديال البراسري بار نابوليون في كارتي بورغون، وكانوا دي زابارتمون اخرين في مراكش، كانوا دي زابارتمون اخرين في بني ملال، كانوا دي زابارتمون اخرين فاس، كانوا دوزر زابارتمون في وجدة، وكانوا دي زابارتمون اخرين في تطوان، كاع البلدان اللي فيهم اون بريغاد دو سيكيريتي راه فيهم دي زابارتمون ديال الكاب ان. والبلدان اللي فيهم لي بريغاد دو سيكيريتي وهما كازابلانكا مراكش بني ملال فاس وجدة تطوان، هذوما البلدان اللي فيهم لي بريغاد سيكيريتي. وهاد الخدمة اللي درنا حنا ما بين 1960 و 1962 راه خدمة مهمة بزاف، خدمة مهمة بزاف ماشي سهلة. من تما تلونسا الكاب ان، تيبان ليا في هاد الحلقة غادي نوقف هنا، ما عندنا لا بروشين ان شاء الله.